سلام البنات، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. ان شاء الله نهاركم زين. انا في نهايه الموسم الدراسي، ان شاء الله ربي ينجح كل التلاميذ والطلبه في الاطوار الثلاثه، وان شاء الله الفرحه تدخل القلوب الامهات والاباء كامل ان شاء الله. الوغ على بركه الله، صلوا على النبي وسلموا تسليما. حنبارطاجي معكم ونشارك معكم كيكه حفله نهايه السنه الدراسيه الابتدائي لاميره منار. انسيستات دير كيكه بالرغم انه الزملاء تاعها كومونداو عندي الكيكات تاع نهايه السنه. قلت لها ندير لك حاجه، نورمالمون ديري لي الكيك تاعي تاع نهايه السنه الدراسيه للابتدائي، وان شاء الله ربي ينجحها منار ان شاء الله، ونشوفها في اعلى المراتب كيما اختها ان شاء الله. الوغ حندير لها اون بياس لاير كيك. لاير كيك يعني كيكه عاليه. الوغ عندي هاد السلسو، هاد السلسو البنات هو اللي خدمت به الجينواز الاسفنجيه. عندي هاد الديسك هدايا حنديرو من تحت، بويسك حت ديبلاصا ماشي حنديرو باسكو حنديها في البلاطو، حنديرها فوق بورت بياس هاديه البنات. الوغ البنات عندي جينواز اسفنجيه، ذوق النوتيلا وذوق الفراوله. شوفوا البنات الجينواز الاسفنجيه هذوما لي شوت ثاني حندير بهم طبقات. لي شوت البنات ما ترمومش، شوفوا هذو ثاني كذلك لي شوت لا خصتني طبقه ولا نقسم اون دو ونواسي نلصق وحده مع وحده مع نشربوها بالشربات تبان هي. عندي شربات كالسكر زود كيسان ما بعد العشر دقائق بعد الغليان. البنات كنقول لكم كالسكر يعني الكيلة الصغيرة كامل منتو ما ضعفوا، ديروا زوج كيسان سكر، أربع كيسان ماء، عشر دقائق بعد الغليان بفوا عليها خلوها تبرد وديروها في الثلاجة أو في المجمد. عندي كمية من الفراولة، عندي كريمة الشونتيي طلعتها وعطيت لها الراحة وزدت لها ياغورت الطبيعي باش تنقص هذيك الحلاوة، وكريمة الشونتيي تجينا شادة روحها. عندي طوفيا كراميل حنوسيها في الفوراج الداخل. الوغ البنات نبداو على بركة الله. عندي هدية البنات هدايا اللي نواسو طبقات تاع لي بياس مونتي، حنديرها في وسط الكيكه باش كي نديوها ندوها للمدرسه ندوها للمدرسه شغل ما تزغوتش وما ديبلاصاش باسكو ماشي حنديروا لها الكناج او الشوكولا. الحفلات المدرسيه هي تجي هكذا كيك دومي بلاطو ولا بلاطو بلا، لكن منال بويسك داروا دومي بلاطو بلا قالت لي ماما ديري لي لاير كيك. الوغ البنات حندير السلسو تاعي اللي خدمت فيه الجينواز. حندير الطبقة الأولى ذوق الفراولة، فوالا نشربها البنات. ما حبيت نوسي ولا ذوق تاع في الشربات. لاير كيك ما تتشمخش بزاف، فوالا ندير كمية من كريمة الشونتيي. شوفوا ندير طبقة لا بأس بها تغلو توغ. شوفوا يدي بلا بوش ماهيش زغوت، اني زغد اني ندور هذاك الصحن الدائري لي دور. فوالا هكذايا وحتى نكمل الطبقه ديما نواسي معكم هاد الخطوات. فوالا شوفوا البنات هذه بورت لي بوش نديروا فيها لي بوش، ودرت فيها الايس كريم الكورنيطو لي درتو معكم. نرفد الفراوله نحي ندير دي ترونش لداخل، فوالا ودرت الفراوله لداخل. فوالا حنزيد كميه من طوفيا كراميل ولا نوتيلا ولا شوكولا لي طالي تارتيني لكم الاختيار، حتى طوفيا كراميل تزيد بنا ولا اروع في الكيكات مع الفواكه. الوغ البنات درت جينواز ذوق الفراوله، دوكا حندير جينواز ذوق الشوكولا نوتيلا. فوالا شوفوا اسفنجيه سبونج بوب بسم الله ما شاء الله. نحطها هنا ونضغط، والعلو نتوما تتحكموا فيه. نزيد كذلك ندير الشربات، فوالا ندير كريمه الشانتيي ونزيد الفراوله ونزيد طوفيا كراميل، ومن بعد هذيك نديرو ذوق الفراوله ومن بعد ندير ذوق الشوكولا حتى نوصلوا للعلو اللي راني حباتو. ندير هاد الطبقات كامل ونولي لكم. دائما ديروا الشربات
هكذا في قاروره هكذا ولا باش تساعدكم خير من الملعقه ولا اي حاجه. هنا البنات حندير لها بويسك حتدي بلاصه ماشي حندير دي بياس مونتي بياس فوق بياس بويسك حتدي بلاصه دي فوا قلت لكم بويسك ما فيهاش الغاناج او شوكولا تور لو تور و واسمها هذيك باتا سوكر قدرات تميل ولا هكذايا الوغ حندير لها هذا هاد اليوتيوب هادوما تاع لي بياس. شوفوا قطعتها قيسها حنديرها في الوسط حنديرها في الوسط البنات قبل ما نبدا ندير نغلفها من الفوق. فوالا اني دخلتها مليح. شوفوا البنات هكذايا عاودت نحيتها البنات باسكو جاتني خارجه شويه نقصت لها امورسو قصيتو بالموس فوالا ونعاود نرجعها لداخل باش تجي سوا سوا مع لا بياس. هذه باش الطبقات تاعنا ما يميلوش خاصه الا كانت سخانه الحراره مرتفعه. الوغ البنات نحاول نغلفها الطبقة الأخيرة نغلفها ندير طبقة لبس بها هكذايا نديرها متساوية. شوفوا حذاري البنات طلع لكم الجينواز بالفوقات تفسد لكم سطح الكيكة. فوالا هكذا البنات نحاول نليسيها دامكم ما سخون او منشفة فيها سخونة بالماء بالماء سخون. فوالا ونبدا ندير سباتول فيها ونليسي نليسيها ما نخافش هكذايا حتى نسوي السطح. ولا البنات انا درت الطبقة الاخيرة نقي نظف السيرسو تاعي ولا بورت بياس هكذايا من كلمة الشو. باتت ليلة كاملة في الثلاجة دوكا نديمو لي الكيك تاعي من السيرسو هكذايا بالسيرسو هنا هكا نحي السيرسو من تحت للفوق. فوالا شوفوا بسم الله ما شاء الله شوفوا الطبقات. فوالا كما عودتكم كريمة الشانتيي درتها في لابوش حندي البنات شوفوا طبقة لا بأس بها تور لو تور حتى نطلع للفوق نغطيها كامل. شوفوا يدي لي فيها لابوش مانيش نزغدها راهي ثابتة اني ندور الصحن لاسيات هدية لي دور لي فوقها الكيكة نكمل للفوق. حليسي البنات بهاد الكوبات هادية شوفوا البنات نحطها وندور فوالا نليسي ملاح. فوالا بهاد الكوبات المدرجة حندير البنات هكذايا فوالا شوفوا الشكل كشجار نحي الزوائد بنفس الطريقة حنواسي هنا من الفوق البنات شوفوا راني ندور فوالا شوفوا الشكل كشجا ونسكم الجوانب دوغي ميتاليك. فوالا كمية من دوغي ماكري دوغي في الجولد. فوالا وحندلو السولفون نخلط بانسو نبدا نلون في هاد الحواف عمت خليتهم هكذا. شوفوا رانا فوق كريمه الشانتيي الايبال بانسو ما تبداوش تواسوا هكا تلونوا ما راكونش فوق عجينه السكر تلونوا هكا نو نحط هكذا كيما راني نوري لكم. شوفوا البنات يجي كورق كانه ورق الذهب لفيض ولا ما نضغطش بزاف جوست لمسه. شوفوا الكيكه تشدت دوري ميتالي قلت لكم جا كانه ورق الذهب. عندي هاد لا ديكوراسيون فوق البابي شوفوا باللاصقات حنقطع شوفوا على حساب
الطفيله تاع منال حاولت نوصل الصوره نفسها، قبعه التخرج والرساله هنا تاني باربي بقبعه التخرج، الام في قبعه النجاح، نقدر نقول النجاح ماشي التخرج بس كل مشوار مازال طويل، ام يعني منال العام اللي انهت الدراسه في الابتدائي 2024. نبدا نقطع البنات لي فوتو كامل ولا كالعاده بالمقص نقطعهم كامل ونولي لكم. البنات انا قطعت صور تاع النجاح، شوفوا بيسك 5 اماني يعني ما جاياش نديرها بسباط تاع لون فوالا، يبقى نحيت هكذا باش تبان اون فيات هكذا يا البنات. شوفوا هكذا 2024 كما قلت لكم. دوكا واش ندير؟ شوفوا واش درت، كيما عودتكم درت لي كوردون فوالا باش نلصقهم. شوفوا دوك نوري لكم كيفاش. شوفوا نحل الصوره هنايا فيها دوبل هنايا فوالا، ندير ان كوردون هنا ندخلو. ان شاء الله تكون الاضاءه باسكو نتلقى مشاكل كبار مع هاد المتتبعات، يقولوا لي ما عندكش الاضاءه، شري ايفون، شري هكذا شري هكذا. وديما نقول لكم اللي حاب يتعلم في الظلمة يتعلم، ما يهمش اكو على بالكم بلا ما نكمل. فوالا هكذا شوفوا البنات باش نبيكيهم فوق الكيكه. نبدا عندي واحد الورود دوك نشوف من بعد ما كي نواسي لا ديكوراسيون نشوف. عينت هنايا باش نواسي الصوره هاديه، شوفوا البنات نثبتها، تحبوا ديروها بعجينه السكر، تحبوا تثبتوها هكذايا على باسكو الحفله تاع اميرتي منار غدوه صباح 8. شوفوا القبعه ورساله نديرها منا، شوفوا اني بيكيتها اي بدات تبان فوالا. 2024 نديرها هنا فوالا، ما نخافوش نبيكي وهكذا. شوفوا كاش بدات تبان الكيكه فوالا، شوفوا البنات شنو راهي تبان لكم. اول حرف اسم منار الام فوالا، حنديرو هكذا. شوفوا البنات شوفوا ولا اروع ديكور ولا اروع. قلت لكم كنا نخدموا هذا الديكور بعجينه السكر وجاتني هاد الفكره. هذه البنات حنبيكيها هنايا فوالا هكذا البنات. شوفوا كيش جات الكيكه، ان شاء الله عجبكم الديزاين. فوالا البنات اظن انه كفايه، ما حبيتش ندير هاد لي فلور فوالا. شوفوا كيش جات الكيكه بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله فرحه النجاح ذوقها كل ام ان شاء الله يا ربي بعد تعب وشقاء. دوكا حنكتبو بكريمة الشانتيي. فوالا البنات في اخر لحظة جاتني اونيدي، شوفوا هاد لي فلوغ صغيورين يشبهوا لي فلوغ اللي رفدتهم هاد الصورة. الوغ البنات حنبيكي، شوفوا البنات حنبيكي شغل رفدة، هي رفدة ان بوكي دي فلور فوالا. شوفوا البنات كاش راني نبيكي كانها هي رفدة لي فلور. شوفوا يا سبحان الله يشبهوا لي فلور اللي راهي رفدتهم. نعمر البوكي هنا فوالا، نقص لي تيج هكذا البنات وانتهينا. شوفوا كاش دات الباقة الورود، الله الله نقص لي لي تيج هذوك الاوراق عفوا لي في فوالا. شوفوا البنات كانها دوك لي فلوغ خرج رفدتهم هذيك هذه منارة اميرتي فوالا.
عيات وهي راقده من النار، قالت لي عندي ثقه فيك ماما، مازال ما شافتش الكيكه تاعها. بنات حندير لمسه اخيره، شوفوا درت لادوي تاع الكتابه، درت كلمه الشانتيي هنا حنكتب منار وهنا مبروك التفوق. ابدا البنات بزاف تقسوني كيفاش نكتبوا بكلمه الشانتيي. شوفوا البنات طريقه جد سهله، ولا نكتب مبروك هنا، عادي البنات شوفوا كيما نكتبوا في الكراس بالسيالة. وانا البنات انا كملت كتبت منار هنايا، صعوبة شوية. وانا هذه هي البنات كيكة أميرتي منال بكل بساطة، لنهاية في الحفل المدرسي لنهاية الدراسة الابتدائية. البنات إن شاء الله عجبتكم الكيكة، فرحوا بنياتكم ولو بأبسط الأشياء، ديروا لهم حاجة تفرحهم هي والأصدقاء تاعها والزميلات تاعها في المدرسة، وتبقى لهم ذكرى يعني راسخة، ذكرى راسخة في الدهون. ألوغ البنات الكيكة كنت معكم خطوة بخطوة، لعجبتكم الكيكة ديروا لايك وابوني للقناة وبكم أستمر. وعلى ما أظن أول لاير كيك بديكور التخرج، ماشي التخرج، النجاح من والانتقال من الابتدائي الى المتوسط، اول كيكه بهذا الديكور هي بلمستي. ان شاء الله تكون عجبتكم. ادخلوا التيك توك، ادخلوا الانستغرام، ربي يدوم الفرح، نحبكم بزاف، دمتم في رعايه الله وحفظه. سلام.